معي من كافنتر البريطانيه رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير مرصد سوري لحقوق الانسان. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد رامي. قبل الحديث عن القلمون والسيناريو المتوقع هناك، ماذا عن الغوطه اليوم بعد سيطره قوات الاسد عليها؟ ماذا عن النازحين؟ نعم طبعا، بالنسبه للقافله التي خرجت، مساء الخير اولا، بالنسبه للقافله التي خرجت من مدينه دوما يوم امس وصلت اليوم الى ريف حلب الشمالي الشرقي، او وصلت قبل قليل حقيقه الامل الى ريف حلب الشمالي الشرقي بعد عناء طويل من السفر. اوقفتها القوات التركيه لساعات عند مداخل المناطق التي تسيطر عليها القوات التركيه في منطقه الباب، ومن ثم سمحوا لها قبل قليل بالدخول واستكمال خط سيرها باتجاه منطقة جرابلس. طبعا القافلة الأخرى أيضا من المنتظر أن تخرج مساء اليوم لتسلك نفس الطريق باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي. لنعود إلى الغوطة الشرقية التي لا تزال منطقة دوما هي الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد أن سيطرت قوات النظام على كامل الغوطة الشرقية. الإشكالات وال يعني اضطراب لا زال موجود بشكل غير معلن بين قيادات جيش الإسلام جناح أبو عبد الرحمن الكعكة الذي يصر على عدم الخروج من دوما والقتال حتى النهاية، والجناح الآخر الذي هو يفاوض الروس دون أن يعلن ذلك عبر الإعلام، على الرغم من خروج يوم أمس عناصر من جيش الإسلام بهذه القافلة التي وصلت إلى ريف حلب الشمالي الشرقي، وخروج اليوم عدد من عناصر جيش الإسلام، لكن الأعداد التي تخرج هي أقل بكثير من المتوقع. قد يكون هناك تسوية ما في مدينة دوما بعكس ما جرى عليه ما كان عليه الحال في مناطق سيطرة طينق الرحمن وأحرار الشام. بالقلمون السيناريو حصار، حرب، تهجير؟ لا، في القلمون، ليس القلمون لوحده، القلمون وجنوب العاصمة بل بابيلا، يلدا، بيت سحم وبلدات القلمون الشرقي التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة هي ذات السيناريو، إما القبول بمصالحات وفق الأجندة الروسية أو القتال حتى النهاية والضغط من أجل إخراج المقاتلين الغير راغبين بالاتفاق إلى منطقة جغرافية أخرى في الأراضي السورية. روسيا قالتها بشكل واضح أنها تريد السيطرة على دمشق العاصمة وكامل المناطق الواقعة في ريف دمشق، وقد يصلوا يعني إلى اشتباك أو يقحموا القوات الإيرانية أو القوات الموالية للنظام الجنسيات غير سورية للاشتباك مع القوات الأمريكية أو القوات الغربية الموجودة في منطقة التنار. أنا أشكرك جزيلا من كافنتري البريطانية رامي عبد الرحمن، مؤسس ومدير مرصد سوري لحقوق الإنسان.